خمر، هذا المثال واضح، حرمت. وبما أننا نؤمن بحكمة الشريعة الإسلامية، لا عبث في فعل الله، ولا عنة في شريعة الله، هذه معروفة، هذه لا عبث في فعل الله ولا عنة في شريعة الله. الشريعة ليس فيها عنة، فيها توسعة، وليس كذلك في فعل الله أي شيء هو عبث. دائما الله خلق كل شيء بمقدار وخلقه لغاية. إذن إذا كان الله قد حرم الخمر فيجب أن نستحضر جميع أو أكثر الصفات التي تصف بها الخمر، لعل واحدا منها يكون هو علة التحريم. فلنقول إن الخمر لها من صفات أنها سائل، وإن من صفاتها مثلا أنها لا فيها طعم، طعم مثلا فيه لذعة، لذعة أي فيه قارص، ماشي حلو الخمر في هذا. ولذلك حينما تحدث القرآن عن ما يشربه، ذكر الله تعالى أن يسقون ما كان مزاجها زنجبيلا فيه لذعة لينسيهم لذعة الخمر التي تركوها وضحوا بها في الحياة الدنيا. ماشي حلوة، ماشي حال مشروبات العصائر، هي فيها هذه اللذعة، فيها لون، فيها من صفاتها مثلا أنها غالية. قولوا ما شئتم من الصفات التي تصف بها الخمر، جمعوها قاع، مثلا جمعوها كلها، الخمر ما من العنب ومن غير العنب، مهم أنها هذه تستحضرونها في الغالب، وتقولون حينئذ أي الصفات هي أوفق بأن تكون علة. هل حرم الله الخمر لأنها مثلا سائل؟ فقد تكون الخمر جامدة وتحرم، قد تكون الخمر مجمدة وتحرم، ليس ضرورة تكون سائلا. قد تأخذ في قرص، والأقراص الآن التي تذهب العقل أكثر من الخمر السائل. قد نقول بأنها لأن لونها أحمر، نقول هذا أيضا ليس صحيحا، لأنه كم من شيء أحمر ليس حراما. نحن نشرب الرمان ونشرب البرتقال ولونه أحمر، وبعض البرتقال هو أحمر مثل الخمر، لكن ذلك لا يجعله حراما. إذا نستعرض هذه الصفات ثم نقول إن الذي يجب أن يكون سببا أو علة، يصلح أن يكون علة، هو كونها مسكرة. لماذا؟ لأن هذا سأتحدث عنه في النقطة المقبلة، لأنه مناسب لحكم الشرع، لأننا رأينا أن من أحكام الشريعة الحفاظ على العقل، وهذه مست العقل، فكان هذا الذي دل على أن هذه الخمر حرمت بسبب كونها كذا وكذا. لاحظت هذا.